آنينونا، اليوم لعبتنا تعقب توم للذهب شخصية أنجيلا البطلة. يلا نبدأ. وبدأنا اللعبة. أول شي راح نجمع الذهب ونجمع من هذني على مدى نحصل الشخصيات. أنا فتحت أنجيلا، جمعنا لها وفتحناها. شوفوا حين هذني كنا نجمع. عندنا هناك مسرع النقاط، راح أروح أخذه. وهناك عدنا ذهب، يا ترى ايش قد؟ 150. وعبرنا المرحلة، راح نطلع أصلا. حصلت أول شي خذه. واو شوفوا تساقط الثلج، أحب تحديث الشتاء، عندي أحلى تحديثات. مرحلة السكة، بها كوما سكر. رابط تحميل اللعبة أسفل هذا الفيديو. واو مغناطيس، خلصت الخوذة. ايه خل اخذها. واو كم من هذه. واو جمعنا منها 24، هسه صارت 25. شنو عندنا هنا؟ ذهب. ايش قد؟ 150. اللي يخلي الذهب 2 راح اخذه. لا مو اللي يخلي الذهب 2، اللي سرع النقاط. خربت شوي. وعبرنا المرحلة طبعا، حصلنا مغناطيس. واو هاي المرحلة كلش شحنها، ياي! راح يصير مقطع حلو يا أصدقاء، قالوا أصدقائكم. أحب هاي المرحلة. راح نقتل الحرامي. اوكي ايه صانة قريبة قريبة، ياي ما تفلت هاي المرة. يلا شوفوا تكتلون اربع اصابع. يلا 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 اسرع اسرع. راح نحصل 3 نجوم، متأكدة 4 اصابع، وظلوا ضغطوا على الشاشة حصلوا 3 نجوم، ياي شبعنا اليوم. حصلنا جوهرتين ويمكن 300، ما انتبهت. مثلا النقاط. واو عندنا 150، حصلت من الذهب. واو جمعت 2000. يا ترى يا مرحلة راح تطلع لنا، انا متحمسة. ايه راح تطلع. واو مرحلة الشتاء، ياي. واو سمعوا الموسيقى، هاي طبت لها انا مرحلة بكم مقطع، هاي اذا تذكروا. انا هاي احب المرحلة بشوية صراحة. ياي المغناطيس، راح اروح اخذه. راح اخذ من هاي. واو صار عندي 54، وهسه 55. اوه واو طبعا صارت اللعبة سريعة. يلا خذ الحين، زين طلعت الوحدة. اشتركوا بالقناة يا اصدقاء، واريدكم تخلون كوم لايكات. حلو راح نعبر المرحلة. واو خوذة ثانية، ياي المغناطيس. واو مرحلة بسرعة طلعت لي وحدة، وهاي المرحلة ما تزلج.
اللي سبع نقاط أخذته، وهذا بعد. أوه هذا اللي يخلي الذهب 2. واو فرصة كثيرة. جمعت منها من هذه بعد، جمعت منها 73 وهسه 74. اوكي واو مغناطيس، ياي ذهب جات 100. جمعت 3000 يا اصدقاء، جمعت كوما، عبرنا المرحلة بدون خسارة وحصلنا خوذة. اللعب جدا جيد أصدقاء. أوكي نجمع أكثر وأكثر. أوه لا ما انتبه طبعا، هذه ما حصلت الخوذة. شنو عندنا هنا؟ أوه يسرع نقاط. هين نقمر نجمع الذهب منه ومنها. اوكي شو راح يطلع لنا من مرحلة؟ اعتقد راح تطلع وحدة. ايه هاي المرحلة هم خلفها لها عادي. جمعت 4000 بسرعة، واو. مغناطيس، واو راح اجمع 100 من هذني اللي كنا نجمع نفتح بهم شخصيات اللي هي هاي بهلونين. واو لسه ما مستخدمة الروح، احسن انا قوية. اوكي راح نعبر المرحلة، بقالنا شوية. اكمل راح نكمل واوقف فوقها. ياي عبرناها، حسنا اللي خلي الذهب 2. أول طيارة طلعت لي، واو بعدكم والله طلعت لي وحدة. حتى لو أنا كنت كلش قوية واليوم تركيزي فول. واو النهاية، واو 5000 يا أصدقاء جمعت كومة كومة كومة. ومية وواحد وعشرين من هذه يكون نجمعها ونشتري منها شخصية. اوكي ذاك اللي يخلي الذهب 2. لا 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 خسرت. ولينا خلصت حلقتنا، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.